ثلاث طبقات وضيف الله؟ ده سؤال يسأل السائل، بيقول هل يجوز الاحتجاج في المذهب ولا للمذهب؟ هل يجوز الاحتجاج؟ هل يصوت الاحتجاج؟ نعم، في مذهب أهل التصوف في كتاب طبقات وضيف الله. نعم، سؤال مهم خالص، وفيما أعلم يومئ إلى أشياء وقضايا هامة يجهلها كثير من الناس. يلا، والضيف الله واحد أحد الشيوخ السودانيين، المضوا في أحد ما بعيد خالص أظن 100 سنة لغاية ولا بسيط يزيد قليل ولينقص قليل، وضع كتاب اسمه طبقات والضيف الله. الكتاب حجمه كده بيجي قدر 300 صفحة. هذا الكتاب يوجد فيه من بعض الأقاويل اللي ممكن يسميها أهل العلم أو الفقهاء من أقاويل الشاذة. السائل ده بيسأل يقول هل الكتاب ده يسمى عمدة وحجة بيحتج بها الصوفية؟ عشان احنا نقدر نحتج على الصوفية نقول أن الصوفية قالوا ولا ما قالوا؟ اسمع الجواب قولا واحدا، لا يجوز الاعتماد على كتاب وضيف الله. هو كتاب ممكن الانسان يقراه ويستعرس، عندنا كتار من مشايخنا في السودان التاريخ ما بيعرفهم، لكن عرفهم لنا هذا الكتاب. عندنا صاحبنا الدكتور احمد عبد الرحيم كنا معه في الجامعه، قال وضيف الله ذكر في كتابه أنه فلان ابن فلان بقالي بتاع الجزيرة وضع الشرك على السموسية الكبرى، وقالوا الرجل ده جدي، وأنا بحث عن هذا الشرك، بحث عنه وطبع وعلق عليه ورسل لي منه نسخة هذا الكتاب. كتاب نفع كده، النفع بتاعه فيه أشياء تاريخ بتاع بعض الجماعة السودانيين وغير ذلك، لكن لا يعتمد عليه في ماذا؟ في القاعدة بتاعت التصوف أو المرجع في التصوف وغير ذلك. لأن الشيء اللي كتبوه أهل العلم عن وضيف الله بيقولوا من عوامل أولياء، اسمعوا حلو يا شيخ، عوامل أولياء كيف؟ في ولي جمع بين الولاية وبين قدارة العلم زي السيوطي زي النووي زي الصاوي زي 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 زي، وبين الولي عنده العلم اللي قدر الله أداه له، لكن عنده علاقة مع الله عز وجل مكينة، وكن عثر على يديه شنو الآثار اللي تدل على صلاحه. يقول وضيف الله من شنو؟ من عوامل الأولياء، كما نص أسال التجاري قالوا عن الكتاب جواهر المعاني، قالوا من عوامل الأولياء، رجل صالح ولكن شنو؟ من عوامل الأولياء. في فرق بين الرجل الصالح من علماء الأولياء وبين الصالح من عوامل الأولياء. ولذلك يقول التالي حاج الصوفية، يقول الصوفية وجد في كتاب كذا وكذا، يقول له أول حاجة بحثك ما علمي. البحث ما علمي كيف؟ وجدت روايات موضوعة في تفسير الطبري، روايات موضوعة في تفسير ابن أبي هاتم، في تفسير أبي الشيخ، في تفسير ابن مردوي، في القرطبي، بل هي أمهات كتب التفسير وجد فيها من الروايات الموضوعة. متى يحتج غير المسلمين على المسلمين بهذه الروايات الموضوعة؟ ومتى يحتج أو تحتج الفرق المخالفة لأهل السنة لأهل السنة وعلى أهل السنة والجماعة بهذه الروايات؟ لا تحتجون ولا يحتجون عليهم بهذه الروايات إلا إذا قالوا قلنا أن الرواية صحيحة وقبلنا بها وهي حجة عندنا، لا يموت المحاكمة. فهمنا شغلنا ولا ما فهمنا؟ يعني كيف؟ هسه الآن حديث البخاري قال كذا، نجي نحاكمكم عليه. أنتم مش أهل السنة والجماعة، مذهبكم دائما فاصل. كيف؟ ما صحيح. ليش تقول حديثكم في البخاري قال كذا كذا؟ تجيبوا له دليل عشان تثبت له أنه صحيح ولا ما صحيح. لأن البخاري عندكم شنو؟ صحيح. أما لا من تمش تجيب، تقول لي أنتم أهل السنة والجماعة لقينا في كتاب من أخواننا الأهوازي قال كذا، نحتج عليكم. نقول الأهوازي لا يمثل أهل السنة والجماعة. لماذا الأهوازي لا يمثل أهل السنة والجماعة؟ لأنه وما أهل الإيمان يمثل أهل السنة والجماعة، لأنه يصف ربه بأنه شنو؟
يركب على جمل أو ويقول له نحن صنع الجماعة. يعني مثلا احنا صنع الجماعة ما بنتج الفرق الطالبة كان معتزلة قالوا الحديث ثلاثة ما كان كلام يعني. ليش نو؟ قالوا روح عليه المجسمة. زي منو؟ قالوا زي الأحواز. قلنا ما معنا وما مننا. قولوا لنا البخاري رواه. قولوا لنا مسلم رواه. قولوا لنا البيهقي رواه. فهمنا المسألة ولا ما فهمنا شيء. الكتاب اللي جعلناه عمدة واعتمدنا عليه ترد عليه. دي اسمها كتب المناهج. كل الكلام الذي يصاغ ضد الصوفية ها المخالفين الصوفية بيجيبوه من كتب شنو؟ في كتب اسمها كتب المناقب. كتب المناقب شنو؟ كتبها صاحب الترجمة والراهي كتبها عنه. يلا لابد من حماية الحتة أشياء. قالوا من جمل الأشياء مثلا بيكون فوقها قالوا أنه في كتاب ابن فضله قال ذكر الشتر الفلاتي جاب الحوت وقال سأل الله وربنا سبحانه وتعالى ألقاه يعني شنو بيت بغض النظر عن الكون عنده دليل وعن السنة هم اللي نصهم مش ابن فضله لما تجد تحتاج مش تحتاج تقول أن هذه هي كتب التصوف تقول ابن فضله قال ده كتاب اسمه كتاب الطبقات مش صاحب الترجمة هو اللي ذكره لكن احنا لما نحتج على الخصم نقول بنلقى يا شيخ ما بنذكر الا في مصدر من مصادر شنو؟ العقيده. انتبهت ولا لسه؟ لا يمكن مشيت بعيد. غير الصوفيه بيقول الصوفيه وجدنا في كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا جيبوهم اين لهم كلهم ياتوا فيهم كتاب عقيده ولا واحد معنا قلنا شنو؟ تمام انت يعطي فيهم كتاب علم ما ولا حجة يعطي فيهم من الله ذكر إمام في الحديث إمام في الفقه إمام في الأخير ما نواجه إمام في التصوف فيهم في أمار ما حجة علينا نحن لما نحتاج على من يحتاج علينا نجيب الكلام من كتاب شنو أئمة بتاعنا ونجيبه من كتب شنو يا شيخ الأقاعد وليس من كتب المناقب ولا لسه المسألة ما اتضحت يا شيخ واضحة ولا لسه يلا بارد الناس يفهموا هذا الكلام اذا التصوف عنده رجال عنده قواعد عنده اصول عنده فروق عنده كان تحتاج عليهم لان هو الاحسن عندي هسه انا لو معي دار احتاج للسياسيين اقول لهم انتوا يا ناس الحزب الفلاني كذا كذا مين اللي قال كذا؟ والله لقيت واحد هناك في طرف العلا قال لنا كذا ما بمثل الحزب ده رئيس الحزب ده اللي بعد كده الرئيس ده هو اللي بيمثل ده اللي انا كان بيقوله ده الحزب ذاته ما بيعرفه بل عضويه ذاته ما معترف بالله وبها فهمنا النقطة دي أخبرنا وفهمنا لا بد أن نفهم هذا فهمنا ولا بس لا شيء إذن الكتب تصل التصوف تنبس الوينة ما تقول أن كتب التصوف وجد فيها الفراغ كتب الحديث وجد فيها حديث موضوع أهل الجن والتعليم قالوا 14,000 رواية مكتوبة في العقيدة تنزل الشريعة المرفوعة مقدمة للعلامة القمعي كذلك مقدمة العلامة القمالي والشيخ عبد الحميد محمد عبد اللطيف المذهلي المتخصص في المدينة والتعليم مقدمة شريعة قلنا المقاصد الحسنة للسخاوي كتب الجن والتعليم يقول 14,000 رواية ده بالعقيدة بس خليك من الحلال والحرام والقصص والمثالب والمناقب و الى اخره كلها خليها دي بس بالعقيدة فقط يبقى نقول خلاص الحديث النبوي من يوم الليلة لا يسقط لعله فيه ما فيه نقول هذا هو الذي لا يسقط هذا ليس بصحيح وهذا صحيح وهذا يؤول بكذا لانه لو اخذناه بكذا يتعامل معه هكذا يتعامل مع النصوص فهمنا المسألة ما فهمنا اي كلمه نصبت للتصوف يقول الصوفيه خرافيين قالوا واحد كان يقدر يجاوب يجيب ويقول واحد شنو قلنا كتب في كتاب من كتب شنو قلنا؟ في كتب المناقب، مناقب دي معناها شنو؟ انا ذا عندي محبة في واحد نقوم نكتب فوق لحد ما نبالغ الناس بالغوا في سيدنا ابي بكر الصديق وضعوا حديث موضوع في حق سيدنا ابي بكر يا كتب الجهل والتعليم هذا وضعوا في سيدنا عمر كتب الجهل والتعليم بين هذا وضعوا في سيدنا عثمان كتب الجهل والتعليم وضعوا وضعوا في سيدنا علي اهل الجهل والتعليم بينهم وضعوا في اهل البيت اهل البيت كلها بينوها عن الجهل والتعليم يبقى نحن مش تحت البيت تحتاج بالكتب المعتبرة التي قال عنها أهل الفجر عند دار تناقش حسنا لا يقول إنت المعتزلة بتنكر رؤيا الله عز وجل ورؤيا ثبتت بالقرآن وثبتت بالسنة المتواترة لو قال لك المعتزلي أين تجد ذلك؟ نقول كيف؟ كتبكم يقول أين؟ جبت واحد ما إيمان في الاعتزال وما كنت في المعتزلة وما رضي عن علمي القول
ويوجد في كتبهم ما يخالف ذلك. هل كلام الدكتور حجة عليه؟ ليس الحجة، إن كنت الناس تعرفها. وين الكتب اللي اعتمدوها أهل العلم؟ الإمام أبو حامد القزالي وضع كتابه الفضل سماه إحياء علوم الدين. لو ما ألف أي كتاب لكان هذا الكتاب كافي إمامه. كتاب فقه وحديث وتصوف وتزكية وعلوم أخرى، بل الشراح ما كل الناس قدروا شرحوه، ما شرحوا إلا الأفصاح في الأمة. العلامة مرتضى الزبيدي الشرح القاموس في 36 مجلد هو اللي شرح إحياء العلوم. يلا ده أهل التصوف بعد تقارشه. ما كتاب ما كتاب الله عز وجل في آراء القزالي يوافقها لها الصوفية، وفي آراء بعض يقول فوقها ضعيفة، يبقى زي ما الإمام البخاري بوّف في البخاري أبواب. يجد حافظ ابن حجر الأسقلاني يقول وجه الترجمة ما واضح، بل كل شبه البخاري، شبه البخاري تعمل لهم شنو إشكال الترجمة على البخاري. هذا الترجمة وافقت الأحاديث ولا تواخر إلا بالتعويل في بعض التراجم بتاعت البخاري. على مسلم الترجمة توافق شنو الأحاديث الواردة، إن كنت أن تقرأها يبقى إذن هكذا. يلا الإمام محمد الغزالي هنا كتاب شنو إحياء علوم الدين، وتابع لي يا أخوانا يقول من الكتب الرسالة القشيرية للإمام القشيري، دي من الكتب بتاعت التصوف المنقاة. ثم كذلك الكتب بتاع شنو يا أخوانا القود لي أبي طالب المكي وعوارف المعارف للإمام السهروردي، ثم الكتب بتاعت المتأخرين اللي نقد ونقد 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 وذكر، ثم ذكروا القواعد العامة التي تضبط التصوف. لو داير تناقش التصوف والصوفية تأتي أبر كتبهم المقررة المعتمد عندهم، وإلا فلا. ما أنت إلا مثل من أتى المحدثين بمثل الروايات الخرافية التي رواها بعض أشعرية الحنابلة وتقول هذا هو الذي يعتقده على السنة والجماعة، ليس هذا بمعتقدين. فإذا السؤال هل يعتمد عليه لا يعتمد عليه؟ في كتاب يستعنس به للاستعناس أهل الحديث، لو يذكر الحديث الصحيح للباب يذكر بوراءه ما بتالي إلا ضعيف حسب يذكر الحسن، ما بتالي في الباب إلا ضعيف يذكر ضعيف. باب كله ضعيف كما اشتد ظروفه، قالوا ضعيف كما اشتد ظروفه يستشعر به للاستعناس، لكن ما في الاحكام، خلي انه في الاقاليم. شكله قالوا في المناقب والمثالب يتصاعد، بل قال السيره النبويه لو اشترط فيها صحه الروايات قال كانت روايات كثيره جدا في السيره النبويه شروطا، ولذلك قالوا في المناقب والمثالب يتصاعد فيها، هي القاعده الموجوده عندنا. نعم. السؤال يقول ما حكم التسمية بعبد النبي أو عبد الرسول؟ يسأل السائل يقول الواحد يسمي نفسه عبد النبي وعبد الرسول، هذه التسمية ما كانت موجودة في الصدر الأول وما كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا موجودة في عهد الصحابة، فنحن نصيحتنا أن الإنسان ما يسمي بها عشان ما يسبب إشكال لواحد آخر يظن به سوءا. ما تسمي بها عشان واحد ما يزن به، لأن الناس اللي هم سموا عبد النبي وعبد الرسول الشركة أصدنوا قير الشركة أصدنوا الناس عبد النبي هم قاعدين به شنو قاعدين هنا دارين نعرف العبودية معناها شنو، العبد معناها شنو، هل معناها لما نقول إنتو يوم كل ما في السماوات والأرض إلا آكل الرحمن عبدا مخلوقا لله عز وجل. طيب الناس اللي يسموا عبد النبي عبد الرسول قاعدين ان النبي صلى الله عليه وسلم خلقوا يعني؟ قاعدين كده يعني؟ بيعتقدوا كده؟ طيب اذا هم قصدوا بالعبد شنو يا اخوانا؟ عبد العبوديه عبد العبد اللي انت بتشتري في السوق مش العبد اللي انت خلقته، بمعنى خادم النبي وليس عبدا للنبي. خذ بالك جدا كلمة العبد بمعنى خادم رواه عبد الله هم دير اللي يسمى ده قصدهم وده الشيء يقصده، ولكن ما أن هذا قصدهم إنه يقول شنو ما يسمى الإنسان بمثل هذا حتى لا يكون
أو لا نقول هناك شبهة، وأنه ما يكون واحد يسوأ ذلك أن يقول أنك أنت بتقصد العبودية بتاعت الخالقية، مع أنهم قاصدين الخدمة وليس قاصدين العبودية، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام خلق، لأنه لا يوجد مسلم على وجه الأرض يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام خلق أو يخلق. نعم. السؤال يقول: ما حكم الذكر الجماعي والذكر بالنوبة؟ الذكر الجماعي والذكر بالنوبة. الذكر الجماعي نسمع بعد كل حين وآخر من يقول أن الذكر الجماعي ما جائز ما جائز ما جائز. يا أخي إحنا ما دارين الناس يقولوا ما جائز، زي ما بيقولوا أهل العلم، زي ما بيقول الدكتور علامة أبو عركي في كتابه شمس الطاقي، يقول يا أخي اطلع اسال اهل العلم، ما يقول الزول بيقول لك ده بس بيقفلها بيقول لك ما حقرا اهل العلم بس يقول لك ما جايز، ما عنده امانه علميه زوج. لو عنده امانه علميه لكان انت اللي كان الذكر مش للجماعه جايز. اهل العلم عندهم الذكر زي ما بيجوز سرا يجوز جهرا ويجوز فرضا ويجوز جماعه، انهم كله جايز. وبسم الله لان الذكر جايز سرا النبي عليه الصلاة والسلام قرأ ذكر الله عز وجل سرا وذكر الله عز وجل جهرا، ما في واحد يختلف بذلك في الرواية. وذكر جهرا أكثر من ذكره سرا، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام جهرا أكثر من ذكره سرا. طيب هذا من هذه الناحية، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال في اليوم والليلة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء ظهير. يقول النزل كان يقولها جهرا ولا كان يقولها سرا؟ اللي كان يقولها سرا ويجهر بها عشان واحد يعرف ويتعلم. الاذكار اللي كان النبي عليه الصلاه والسلام يقولها مع الصلاه كان يقولها جهرا فصارت سر وصارت الجهر. صلاه الليل في حديث الترمذي النبي عليه الصلاه والسلام مر بسيدنا عمر رافع صوته فوق انما سلم قال له مرت بك امبارح برافع صوته قال لي شويه وريد سيدنا ابو بكر الخامس صوته شويه قال لي ارفع شويه سيدنا ابو بكر الرسول قال ارفع شويه قال اسمعت من ناجي قال لما ناجع الله سمعت قال لا ارفع من زياده لان لما يطلع من الخشب والاثنين نسمع يكون عنده تاثير اكثر. وقال انت كمان سيدنا عمر انت يا عمر رفعت صوتك قال عشان شنو اوقظ به النائم وعطب الشيطان قال خفف بالمونه ما بيظن ذلك كمان ما تطور في النوم لانه ما بينحقق انك تطور في هذا النوم عشان يقول لك انت لا تسمعه سبحانه وتعالى حكي على عنون لا يعنون عنون الوقت الدار عنوهم واصحاب النوم الوقت الدار عنون اصحابهم انت ما بتنزل. فمن هنا قالوا عن الذكر شنو؟ سرا وجهرا في داخل الصلاه وخارج الصلاه السبب بل استدلوا بالسنه الصحيحه الصريحه المتفق على صحتها. حديث الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الرقيب تبارك وتعالى انه قال: انا عند ذنب عبدي بي وانا معه ان ذكرني، اذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، واذا ذكرني في ملا او ان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير من ملئي. الشاهد ما استشهاد استشهاد العلماء الاصوليون وعلى راسهم السيوطي قال الذكر في الملا لا يكون الا جنون جماعه كده. وعن الحديث في الصحيحين يوم حفر الخندق الصحابه كلهم بصوت واحد يقول جنون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما رقينا ابدا والنبي يقول شنو؟ اللهم ان الخير خير الاخره فرق بالانصار والمهاجر الذي يقولهم يشيل بصوت واحد يوم كده كان جايز يقول ما جايز دي ما تقولها وقالوا ما يجوز رفع الصوت تبعي رفع نزل الصوت للذكر وبعد في الصحيحين شيعة عبد الله بن رواحة نزل ما بيقول الشعر ولكن كان يتمثل بالشعر هنا كان يقول به تمثل بالشعر ان الكون يقول قصيده هو من نفسه الله قال ما علمناه الشعر وما لكن كان الشاعر قال قصيده الذي يقولها اسمه شنو؟ اسمه التمثيل ببيت او بقصيده تقولها. عبد الله بن رواحة قال شنو؟ قال يعني
ألا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الكلى قد طغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يذكر النبيات يقول أبينا أبينا يرفع بها صوته. الحديث سكت وخالف يا سلام يقول رفع الصوت جالس وخفض الصوت جالس بحسب ما يحتاج. أما النوبة ألا قطع الذكر شنو؟ ما هي علاقة بالذكر؟ صلى الله عليه وسلم هاي أخبرنا الكلام شنو؟ والذكر باللسان ولا بجده؟ شوي باللسان؟ باللسان طبعا ولا بجد؟ طيب وهل اللغة كمان شنو؟ إما مفصولة منها كيف تبقى هي الذكر؟ بل هم استعملوها في أثناء الذكر. طيب استعمال اللغة في أثناء الذكر هل كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هنا فهم الناس للنصوص النوبة باسمها ما موجود لكن الدف وكان موجودا. طيب دقة لشنو؟ ما يها الذكر هو يقولوا عشان تشدهم على الذكر. نحن بنقول هل في فرق من النهي الشرعية بين النوبة وبين الدف؟ في جماعة الفقهاء قالوا في فرق وذهبوا إلى أن الدف جائز والنوبة الكبيرة ما جائز، وفي آخرون قالوا ما الفرق بين الكبير والصغير. بينا الكلام الكل في محاضرتنا التي بينا فيها مسائل محمد سيحاج بنصوص الفقهاء في كتبهم بالأرقام والصفحات، ولو ذلك تنور نرجع لبعضها. روى الإمام أحمد بن محمد في المسند والترمذي في السنن بإسناد صحيح ربطه الشوكاني بالصحة في ليلة الأوتار عن بريدة رضي الله عنه قال لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد مقاسيه جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني نظرت إردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. قال فإن كنت نظرت فأوف بنظرك وإلا فلا. قال نظرت فأوف بنظرك. الحديث كله صحيح ولا ضعيف؟ رواه الإمام أحمد بن حنبل ابن حجر العسقلاني في كتاب القول المسدد في الذهب أن الأستاذ أحمد قال الإمام أحمد ما روى حديث الموضوع دعاية أمير المؤمنين في الحديث. الترمذي هو اللي قال ألفت كتابي هذا فعرضته على علماء أهل الحجاز فأجازوه وعلى أهل القراءة